كان حوطة تسدير، والحوطة ما شاء الله أيضا يعني أصبحت ما شاء الله مدينة. الشيء يذكر، أنتم تكلمتوا عن منطقة تسدير، ما شاء الله بقول مثل شعبي وقديم اللي هو يقول المحتوي يقطع المستوي. يا سلام. طبعا أنا ما أدري أنا قلته في المكان هذا ولا لا، لكن هذا هو الرجال خطب لوحدة من القصيم، خطب لوحدة من القصيم وقال قالت له دونك أخوي، دون يعني اخطبن من أخوي. قال وين هو ساكن؟ قالت ساكن بالزلفي. اي قالوا بيننا وبينها المستوي، طبعا المستوي هي ارض بين سدير وبين القصيم. لا سلام. مره كامل. فقالت قال بيننا وبينها المستوي، قالت المحتوي يقطع المستوي. هذا سبب المثل. جميل. جميل. فشوف شلون طريقه حتى الاولين وشلون طريقه انتقائهم للكلام. الواحد ابغى طبعا يطلق المثل هذا للي ما تقف عنده عقبات. نعم. انا رايح على شجرة العبري. اي. أنا أظهرها وأقول المهتوي يقطع المستوي، رنها بشيء تجيك طايحة العبرية. دعوة تذهب. على الأماكن اللي ذكرتوها ما شاء الله تبارك الرحمن، بحكم عندنا منطقة بالقصيم أو بالربعية تحديدا، عندنا بالقصيم ما شاء الله تبارك أماكن كثيرة جدا مثل سدير، لكن نتكلم عن الربعية عندنا صورتها العام الماضي بالشتاء الماضي، أرض كلها بعل، البعل اللي هو ما شاء الله ما زرع بماء السماء. نعم. المهم أنه بعول، وكان في طيران شراعي موزعين بالسماء، ويمر القطار من عند البعود، فيها السحاب والغيوم والدنيا هذه. فصورت المنظر، قلت يا جماعة هذا والله ولا بسويسرا، يعني الحمد لله ولا الحمد لله عندنا أرض خضراء، بساطنا خضراء، طيران شراعي بكل مكان، بقي مناطيد وبقي بس خيول وتكتم الصور والقطار مر. هو ترى الحديث عن سدير، احنا نتكلم عن جزئية